عليكم الغزالات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم هو عباره عن تعاون مع موقع بانكود، اللي كيف تتعرفوا شاركتكم العديد من التعاونات مع هذا الموقع. التعاون ديال اليوم صراحه شي حاجات اللي خديتها هذه فتره طويله، ولكن ملي انقطعت على اليوتيوب فما صورتش الفيديو. في الحقيقه طولت عليهم بزاف باش ما صورتش هادشي لجوج الاسباب. اولا لانني ما كنتش تنصور، ثانيا لان هما براسهم وقال لهم مشكل ان الكليه جاتني ناقصه وعذبوني في واحد النقطه انهم ما صيفطوليش كلشي في كليه وحده، يعني هذا الشيء قليل وصيفطولي تقريبا في شي 8 ديال الكليات، يعني تقريبا راه بحال كل حاجه بوحدها. وبما ان الفتره فين صيفطو كنت بديت الخدمه فما تنكونش انا في الدار، فتيجيو البوسطه ما تيلقاونيش، تيخليو لي النوتيس تنشوف الوقت فوق خصني نخرج من الخدمه نمشي قبل ما تسد البوسطه تنجيب الكليه، عاوتاني تدز يومين تيجيني نوتيس اخر. فكانت الكليه الاخرى جاني النوتيس وما مشيتش للبوسطه بكري، تعطلت يمكن شي اسبوع، فاش رجعت لقيتهم ردوا لهم داك الكليه، ردوها لهم تل تشاينا، وبقيت انا تنساين. وقلت لهم راها تردات على اساس غيعاودوا يصيفطوها مره اخرى، المهم تخربيقه. فالمهم ديك الكليه ما تصيفطاتش مره اخرى وانا عييت ما تنساينها، فقلت اللهم هادشي بقى لي هكا محطوط، اللهم انني نصور بعدا الفيديو نحيدو عليا ونشارك معكم هادشي اللي صيفطولي، وداكشي اللي ما وصلش ماشي مشكل، ما نبقاش مرهونه به تنتسناه. فهذا هو الفيديو ديال اليوم، وهذه هي الحاجات اللي غادي نوريكم، خليكم معايا ما تمشيو فيها. فالاشياء اللي خديت بسيطه غادي نبداها معكم حاجه بحاجه. اول حاجه خديت اللي هو هاد البريق، هذا راه ديجا استعملته هيلتو من لومبالاج ديالو. فهذا البريق ديال الشاي اولا ديال الاعشاب بصفه عامه، يعني ممكن ديروا فيه اليانسون، ممكن ديروا فيه اي اعشاب اللي تتبغيو تشربوها، فتديروا الاعشاب هنايا وتديروا الماء سخون باش الاعشاب تيبقاو هنايا، وتديروا الخزامه اللويزه اي حاجه، ولا ايضا الشاي العربي. فزويون وما تيوقع له والو، يعني استعملته هذه المده كامله، واخا تدير فيه الماء طايب ما تيتشق ما والو، فهو مصاوب على اساس يستحمل درجات الحراره العاليه ديال الماء. وهاد الشبكه ديالو كي تتشوفوا ما تتسطيش لحد الان، ما ماشيه مزيان، تنغسلها كاع، تنديرو حتى في الماكينه الماعن ما تيوقع له حتى والو تيوقع له حتى حاجه. فهذا هو الحاجه الاولى او الارتيكل الاول اللي خديت من عندهم، والاثمنه كيف ديما راها غادي تبقى تظهر لكم في الشاشه. بالنسبه للارتيكل الثاني خديت هاد اللعيبه، هادي ديال الجزر، فهي تتقطعوا بهذا الشكل. هادي بالنسبه للتزيين ديال السلطات، هي مازال صراحه عمري ما استعملتها، انت كي تشوفوا مثلا كاع مسدوده، نحلها باش نوريها لكم الداخل. انا براسي ما حليتهاش لان كيف قلت لكم فتره طويله باش وصلنا هذا الشيء، ما عقلتش بالضبط تقريبا من شهر جوج، وهذا الشيء محطوط في واحد الكارطونه عتي تحشمت انا في الاخير، حشمت اليوم وغلبني وجهي وقلت خصني نهز للناس داك الشيء ديالهم ونصور الفيديو لان زعما طولت بزاف. فهذه هي بحال هكا شتي، تديروا الجزر هنا وتتبقاو تدوروه، فبغيتو يخرج مسنن تديروه في هذا الفم، بغيتوه ما مسننش تديروه في هذا الفم، ففقط تتبقاو تدوروه تيبقى تيخرج هكا بهذا الشكل. تديروا به وريضات، تديروا به اي حاجه ممكن للسلطه. فهذا هو الارتيكل الثاني ديال الجزر، ما تنظنش غالي، هذا رخيص، ما عقلتش الاثمنه هي تبدا تتبان في اسفل الشاشه. نهبطوه، فهو هذا. الحاجه الثالثه اللي خديت هذا ديال الكوكيز، الا عقلتو عليه هادو كانوا شحال هادي زمان، ما كان لا صابلي بريستيج لا حلوه بريستيج، تنعقل ماما الله يرحمها كان عندها واحد بحالو، ما عرفت فين مشى، فاش شفتو انا يعجبني
خصوصا بالنسبه للكاطو هكا ديال ديما الدراري الحاجات اللي تديروها تبقى غير في الدار، فداك الصابليت يطلع الدم تتقي رشم طلق رشم طلق، فهذا زويون كي تتشوفوا الاشكال اللي تيدير. مازال حتى هو عمري ما جربته، ان شاء الله ملي غادي نجربو غنشارك معكم الطريقه وغنشارك معكم الوصفه ديال هاد العجينه اللي غير بالزبده سهله بزاف، وتتعطينا واحد الكوكيز اللي ساهل وما يستغرق لناش وقت كثير في التحضير، وتينفع الوليدات ولينا لجلسات الشاي وايضا السناك يديوه الدراري للمدرسه. فهذا هو الشكل ديالو، شحال فيه من قطعه وفيه حتى الا كيدار به حتى السيجار، انك تتشوفوا فيه هاد الفام هادو اللي على شكل البوك، وعاد فيه هادو ديال الكوكيز، هاد الفام تا هما متنوعين هانتوما تيعطيو اشكال كثيره. المهم راهم ليهم بزاف هنايا ما غاديش نجبدهم كاملين، ولكن هذا هو الشكل ديالو. الثمن ديالو غادي تشوفوه اسفل او اعلى على حسب في المونتاج، نشوف البلاصه اللي ما تغطيش على وجهي غادي تشوفوه في الشاشه. فهذا هو الارتيكل الثالث. شنو خضيت؟ خضيت هاد التويشيات هادو، هاد الكويسات هادو بحال ديال الشاي هادوك، حتى هما ممكن هكا الا بغينا نديرو شي كويس تشيبه كويس العشوب تنديرو العشوب هنا تنسدو عليهم تنديروهم في هذا الشاي، حتى هو رخيص والله ما عقلت هو يبان الثمن ديالو. المهم هادو رخاص اللي خديت، ما عرفتش الكميه شحال، تقريبا 50 كيس. انا هادو خديتهم صراحه ماشي على الاعشاب، انا هادو بغيتهم على حساب الرفيسه ندير فيهم شويه الحلبه ونسدهم ونرميهم يطيبوا. فهادي هاد الكميمشات عجبوني هينفعوني بزاف في حال هاد المسائل، وفي اي حاجه تتبغي تنسمي بها وما تبقالكش في المرقه فغادي تستعمليهم. فهادو خديتهم، خديت هادي عجبتني، مازال حتى هي ما استعملتها ولكن عجبتني الفكره ديالها. هادي الايك تايمر، هادي ديال البيض، فاش تكوني تتسلقي البيض عين نحلها لكم. هادي على لا فاش تكوني تتسلقي البيض تترمي هاد البيضه هادي حتى هي في الماء، وهاد البيضه تيبقى تتغير اللون ديالها، هاد الاحمر تيبقى تيصغار تيصغار تيصغار، دابا هي تتبان لكم كامله حمراء، فاش تتبدا طيب تتبقى تكحل والحمر تيصغار، فمن خلال داك الحمر اللي تيصغار نتوما تتعرفوا البيض ديالكم واش طاب مزيان واش متوسط ولا واش محرحر. الناس اللي تيبغيو محرحر، فهي كي تتشوفوا اللون ديالها في هاد الدرجات تيعطيكم سوفت ولا ميديوم ولا هارد. سوفت هو محرحر، ميديوم هو طايب متوسط، وهارد هو طايب مزيان. ها هما شوفوا اش يبانوا لكم، شتي راه البيضه في هذوك الخطيطات تيبدا اللون ديالها تيتبدل وتتصغر على حسب دوك الخطيطات. فهي فقط تترميوها في الماء مع البيض، هذه هي المهمه ديالها. وفاش تبغيو تشوفوا البيض فين وصل في الطياب تتشوفوا فيها هي تتعطيكم. انا مازال ما عمري جربتها، ما عجبتني الفكره ما بغاتش تخرج خرجي. ها هي هذه هي البيضه، هذه تتحطوها هكا في الكاسرونه وسط الماء وتتبقاو متبعين فيها البيض فين وصل في الطياب. بالنسبه للناس اللي ما تيعرفوش البيض واش طاب واش مثلا ما طاب، فهذه فكره زويونه حليوه نجربها ونشوف. فهذه هي الارتيكل الرابع، نو هذه هي الارتيكل الخامس، حتى هي الثمن ديالها غادي يبان، حتى هي ما غالياش. ثم خديت هاد المطيبعات هادو غير حروف فتنحتاجهم هكا في الكيكس، وهكا عندي وحدين صغيورين ديال السيليكون سبق لي شاركتهم معكم، ودابا خديت هادو ديال الحديد فيهم الالفابي كامله حروف لاتينيه كامله ممكن نحتاجوهم خصوصا في تزيين الكيك. فهما هادو اللي خديت، والثمن ديالهم حتى هما غادي يبان. فهما هادو غير حروف. خديت هاد التويشيات هادو ايضا، هادو عجبوني بزاف كي تشوفوا كي دايرين،
فيهم قليب، بابيون، شميسة. هادو لا، هادو بالنسبة للماك او للطاس ديال القهوة فاش تنديروه، او للكابوتشينو فاش تيدير ديك الرغوة بيضة. فتن الا بغينا نزينو هادوك الماكس ديالنا تنحطو هادي هكا وتنديرو الكاكاو، كاكاو كاكاو الكاكاو، تنعاود نهزوها. فديك الرغوة البيضة تتصور لينا فوق منها هاد الرشمة هادي بالكاكاو، تتجيك حلا. فممكن تنديرو على شكل قلب، على شكل وردة، فالمهم اشكال كتيرة، على شكل فنجان. فهادو فقط تتحطوهم فوق الوجه ديال القهوة ديالكم وتديرو الكاكاو، فتيعطيو واحد الشكل زوين. وممكن نستعملوهم الرسائل الصباحية، يعني لو بغينا شي رسالة في الصباح فيهم لوف، فيهم بزاف الحاجات. فهادو زويونين نقدموهم، ولا نديرو هاد سمايلي فيس تا هو زوين. ففكرة زوينة، مازال صراحة عمري ما استعملتهم، ولكن عجبوني. ان شاء الله اكيد غادي نشارك معكم الشكل اللي تيعطيو في شي فيديو من الفيديوهات. فهادو ايضا الثمن ديالهم غادي يظهر في الشاشة. هادو زوينين بزاف، انا عجبوني. خديت ايضا هادو، هادو تيديروا الوريضات. هادو راني ديجا خدمت بهادي، الا عقلتو في عيد المراه، في اليوم العالمي للمراه، فاش درت ديك الكيك وصاوبت الورده، صاوبتها بهاد المرشم هذا. وقلت لكم هذا المرشم راه غنشاركو معكم في المشتريات. فهو هذا المرشم، ها هو فيه الكبير والمتوسط والصغير. هذا تنديرو به الوريضات ديال عجينه السكر اللي تنزينو بهم الكيك. فهادو استعملتها، جابت الوردة زوينة، تتجي ساهلة تترسمي بها وتتطويها وتدوريها. راكم كنتو شفتوها في الفيديو. ايضا الثمن ديالها ماشي غالي بزاف. هادي ديال الوردة. خديت هاد المخدات، مازال ما جبتهم كاع، خديتهم جوجهم بحال بحال في البيض، خصهم غير يتعمرو. هادو عجبوني، الشكل ديالهم زوين. عندي واحد كنت نبدل في الديكور ديال بيت النعاس، فتما فين جبتهم، ولكن جات هاد الفتره وقفت ما بدلتش الديكور، فهذا علاش مازال ما استعملتهم. انا شاداهم لكم مقلوبين. ها هو الشكل ديالهم، هو هذا حليلوين. واخر، لا ماشي اخر، ما قبل الاخيره، خديت هاد السيليكون ديال الناس في دائره. ان شاء الله غنشاركو معكم في الوصفه اللي بغيت نستعملو فيها، وهي واحد الوصفه ديال واحد الميني كيك تيكونوا بالغاناش ديال الشوكولات، تيجيو زوينين بزاف وسهلين. فخديت هاد السيليكون، هاد الشكل هذا ما عنديش بين دوك القوالب السيليكون اللي متواجده عندي في البيت. فخديت هذا، حتى هو الثمن ديالو غادي يبان لكم في الشاشه. ثم اخر حاجه خديتها اللي هي هذه، وهي مكنسه يدويه، مكنسه ديال الخشب. حتى هي مازال ما حل، هذا الشيء راه قلت لكم مازال ما حليتو. تخيلوا عام شهر جوج هو في الكرتونه. غادي نشدوها. هذه مكنسه عاديه، ولكن اللي عجبتني هي ان فيها هاد القريعه ديالها اللي تديروا فيها البرودوي، وتتبقاو في نفس الوقت هي تترش وتتنظف. صافي، فهي هذه، انا عاد تنكتشفها معكم. شتي ما عرفتش واش تطول واش تقصر. هاكي تشوفوا انا حاولت نركبها. فالمهم هذا هو الشكل ديالها، فتنكمسوا بها، وهنا تنكون هاد البخاخ تنستعملوه، تنضغطوا عليه من الفوق، فتيكون في نفس الوقت تيرش لنا البرودوي، وحنايا تنضفوا الارضيه. فهذه هي الشكل ديالها، عذبتني باش نركبها.
فالمهم هادو هما المشتريات او المقتنيات في هذا التعاون ديالي مع بانغود، واللي كيف قلت تعطلت عليه بزاف وكان ضروري ما نصور هذا الفيديو. نتمنى يكونوا عجبوكم، ونتمنى ان شاء الله نتلاقاو في فيديوهات مقبله بخير وعلى خير، وغادي نقول لكم الى اللقاء. ما تنساوش احبكم في الله.